السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم في قناه مطبخ جميله دراما مع فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم بغيت نشارك معكم بهاد السفه البريستيج اللي كتجي رائعه وزوينه، لا مذاقا ولا شكلا، وكنتمنى تعجبكم وتجربوها. راه كتجي لذيذه 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 بزاف بزاف. ودابا غادي نشارك معكم الطريقه والمقادير. بسم الله على بركه الله. انا خديت واحد الكيلو ديال السميده غليظه، غادي نضيف عليها الزيت تقريبا واحد جوج معالق كبار، وغادي نبسبسها كامله في ديك الزيت اللي انا درتو فيها كما كتلاحظوا معايا، حتى كنحس بديك الزيت صافي جانست ليا مع السميد. وغادي نديرها تفور في الكسكاز، وكنحاول ندير واحد البلاستيكه كنغطي بها السميده باش يفور ليا ويرجع ليا هذاك العرق على السميده ونحس بالسميده بانها طابت. دابا غندير السميده في الكسكاز. ها السفه فارت ليا كما كتلاحظوا معايا. دابا غنحيد ديك البلاستيكه اللي انا عملتها، هي اللي كتخلي داك العرق يرجع على السميده وكيخليها طيب مزيان. دابا غادي نعاودو بالماء كما كتلاحظوا، كنحاول نغسل الكسكاس ديالي بالماء، وغادي ندير الماء كافي باش نعاود به السميده، وكنحاول نستعن بواحد المغرفه هي اللي غادا تدلك ليا هاد السميده، حيت السفه كتبغي شويه دليك، ما كتبغيش تعاود بحال الكسكسو. هي السفه كتبغي شويه دليك باش كتجي كتجي رطبه وتجي زوينه. كنحاول نحيد كاع السميده اللي ندايره في الكسكاس. دابا غنضيف الماء الكافي كما كتلاحظوا معايا، كتحاولي تضيفي الماء الكافي، كنخليها تشرب مزيان ديك السميده داك الماء اللي درتو فيها. وكل ما كتضيفي الماء غادا تضيفي الزويته، غنخليها حتى تشرب، عاد غنضيف الزويته وغادي نديرها تفور تاني في الكسكاس وندير لها البلاستيكه. ها السفه ديالتي كما لاحظتوا معايا، ها هي موجوده. صافي شربت ليا داك الماء اللي انا درتو فيها، كتبقاي تحركي فيها بالمغرف وبيدك حتى كتشرب لك داك الماء اللي درتي فيها، وكديري ليها جوج معالق ديال الزيت. انا بغيت ندير لكم واحد الملاحظه، بانك كل ما تبغي تعاودي السفه ديالتك هادوك جوج معالق ديال الزيت ديما تضيفيهم كل تعاوده ملي تبغي تعاودي. هذه هي الملاحظه اللي بغيت نعطيكم، بان كل ما تبغي تعاودي السفه ضيفي دوك جوج معالق ديال الزيت. صافي انا غندير السفه ديالتي تتفور وغادي نتلاقى معكم. صافي هالكسكاس ديالنا تاني ها هو فار. دابا غنعاودوه تاني، غنديروا ليه نفس الشكل، كنمشيو على نفس المنوال اللي درناه في الاول، كنديروا السميده ديالنا في هذا البول، وغادي نديروا ليها الماء والمغيرفه ثاني نعاودوها بنفس المغيرفه ثاني ندلكوها مزيان ونعملوا ليها الزيت حتى نحس بالسميده ديالي طابت. غنبقى على هذا الشكل حتى طيب لي السميده تقريبا واحد، كنعملو تقريبا واحد 4 تفويرات، والخامسه هي اللي عليها كنديرو فيها العناصر اللي غادي نديروها في الاخر. ودابا غادي نخليكم مع الصور. Thank you.
ها السميدة ديالتنا بعد ما تلكناها بالمغرف مزيان، دابا غادي نعاونو باش ندلكوها بيدنا تاني مزيان، باش كتجي ديك السفة مدلوكة مزيان وكتجي زوينة ورطبة. دابا تاني غادي نرجع الكسكاس وغنخليوها تتفور ونعستعنو بالبلاستيكة اللي غنديروها من الفوق. بعد ما فار لينا الكسكاس دابا غادي تاني نفرغوه. انا درت لكم جميع المراحل ديال السفه باش كاع المبتدئات يقدروا يديروها، ما تجيهم لا صعيبه لا والو، حتى اللي ما عمره ما دارها يقدر يديرها. دابا تاني غنضيف الماء كما كتلاحظوا معايا، مباشره مني كتديري الكسكاس في البول كتخوي مباشره الماء باش يتجانس لك داك الماء مع السميده. انتيو كندلك مزيان بالمغرف كما شفتو، كنحاول ندير الماء الكافي باش تحاول تجانس ليا داك الماء مع السميده، وكنستعن بالمغرف كما كتلاحظوا معايا. كنحاول نخليها حتى تشرب داك المشويه، وعاد كنجي تاني ندلكها. كنضيف تاني الزيت دوك جوج معالقات كبار، ديما مني تبغي تعاودي السميده ديالك جوج معالقات كبار ديال الزويته، وجوج كيسان ديال العنبه ديال الماء، ولا جوج كيسان ونص على حساب السميده. كنديروا السميده ديالتنا في الكسكاس بعد ما عاودناها بالماء والزيت، كنخليوها حتى تفور، وغادي نتلاقى معكم باش نشوفوا التتمه ديال هاد السفه البريستيج. ها هي السفه بعد ما فارت لينا تاني، صافي كنديروها في البول، وغادي نحاول ندير ليها واحد شويه الملح حيت بقات ليا غير هاد التفويره، غنفورها وصافي. ملي غتفور ليا غادي نعاودها باش نعمل فيها العناصر الاخرى. غنديروا شويه الملح ونضيف ليها واحد شويه الماء وزويته، ونعاودوا السميده ديالتنا ندلكوها تاني بالمغرف، وغادي نديروها تاني في الكسكاس باش تفور لينا. هانتوما مع الصور. انا عملتها تاني في الكسكاس كما كتلاحظوا معايا، كنحس بالسميده ديالتي صافي طابت، بقى لي غير نفور هاد التفويره، ومن بعد غادي نضيف ليها العناصر الاخرى، وغادي نبدا نمونتي في السفه البريستيج ديالنا. انا درت لكم جميع المراحل ديال السفه باش تقدروا ديروها، راه كتجي رائعه. وديما كنستعنوا بالبلاستيكه من فوق. ها هي السميده بعد ما
صافي فارت لينا. صافي كنحيدها من الكسكاس وغادا نبدا نضيف ليها العناصر اللي المتبقيه اللي غنضيف عليها. غادي نضيف واحد 3 صاشيات ديال الزهر، هاهما هادو 3، وغادي نضيف الزبدة. انا كنستعمل 2 معالق كبار ديال الزبدة في هذا القياس ديال السميدة اللي انا عملت. عملت كيلو سميدة، 2 معالق كبار الزبدة اللي كتستعمليها. وغادي نضيف السكر سنيدة تقريبا 2 معالق كبار على حسب الذوق ديال الحلاوه ديالك، حتى 3 المعالق كبار. وغادي نحرك كاع هاد العناصر. وغادي نضيف الحليب، الحليب تقريبا 1 الكاس ديال العنبه كما كتلاحظوا هانتوما. صافي غادي نحرك الكل. خلطت العناصر كلها اللي انا عملتها حتى تجانست ليا مزيان. دابا غادي نعملها تفور، ومن يتفور غادي نمونطيها. انا غندير على شكل طبقات، وراني وجدت العناصر اللي غادي نزين بها، وهي اللوز والتمر معمر والمشماش والكيوي عسلتهم وزبيب تاو عسلته. وغادي نتلاقى معكم باش نشوفوا النتيجه. بعد ما فارت لي السميده ديالتي صافي وجدتها على هذا الشكل كما كتشوفوا، مونطيتها كنت مجدة المشمش والبرقوق والكيوي مجدهم معسلاهم، ومجدة اللوز توقالية ومهروشاه والقرقاع، ومونتيتها على شكل. وكنتمنى تعجبكم، وكنقول لكم سلام عليكم الى فيديو اخر.